جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بما يعرف طهر المرأة من الحيض؟ هل بانقطاع الدم أم بانقطاع السفرة أو الكدرة التي تنزل بعد انقطاع الدم؟ جزاكم الله خيرا. يعرف انقطاع الدم من الحيض بما جرت العادة به عند النساء، ولكن هناك علامتان يعرف بهما انقطاع الحيض. علامة الأولى نزول القصة البيضاء، وهي خيط أبيض إذا نزل فهو دليل على انتهاء الحيض، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فمن وجدت منها هذه العلامة فهي واضحة. العلامة الثانية النشاف، إذا لم تعرف القصة البيضاء أو لا تنزل عليها فإنها تعتمد على النشاف، فإذا نشف المخرج نشافا تاما ولم يخرج منه كدرة ولا صفرة فإنها تكون حينئذ قد طهرت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كم تنتظر المرأة حتى تتأكد من أنها قد طهرت شيخ صالح؟ لا أن يغلب على ظنها انقطاع الدم، ظهور العلامات. طيب.